الكرام من البصرة ينضم إلينا من هناك مراسلنا ستار المنصوري ليطلعنا عن آخر الأحداث والمستجدات في المحافظة. نعم يا ستار، تفضل لك الكلمة. نعم، مساء الخير عليكم. بمناسبة يوم الأرض العالمي أطلقت جامعة البصرة وبالتعاون مع دائرة تحسين بيئة المنطقة الجنوبية مشروع لحماية البيئة تحت عنوان بيئة البصرة في خطر، معا نحميها. وكما هو معروف أن يعني بيئة البصرة والواقع البيئي في البصرة هو واقع متردي و يعني يمر بعدة تحديات، سيما من الإشعاعات بسبب الحروب أو الاستخراجات النفطية والغازات وما إلى ذلك. بالتالي هناك خلف الكثير من الأمراض التي أصابت المواطنين في مدينة البصرة. في موضوع آخر، عبر بصريون عن استيائهم من نصب جمهورية إيران ركائز بالشواطئ المشتركة مع العراق لبناء محطة ملاحية للرصد بالقرب من ميناء خور العمية، وأكدوا أن هذا العمل هو حقيقة يعني تجاوز صريح، بالإضافة لأنهم يعني طالبوا الحكومة وعبر القنوات الدبلوماسية بالتحرك لإنهاء هذا العمل أخيرا أمنيا. أكد مصدر أمني بأن السلطات الأمنية قامت باعتقال 4 أخوة متهمين بقتل أخيهم مع طفله في منطقة 5 ميل أو منطقة الهادي. وأكد المصدر أن المتهمين اعترفوا بجريمتهم والتي جاءت بسبب خلاف عائلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. هذا كل ما لدي هذا اليوم، وأعود بكم إلى استوديو الأخبار.